السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعادة معكم فانيك. رانا ولينا فانيك ببطولة أخرى، بطولة اللي معروفة، بطولة اللي عندها تاريخ كبير، بطولة الإيطالية. واليوم غادي نشوفوا مقابلة تاع فرق عريقة جدا، فرق اللي عندها تاريخ كبير، فرق اللي جازوا عليهم لاعبين كبار، مدربين كبار. اليوم غادي نشوفوا مقابلة روما مع ميلان. روما للفريق هذا اللي راه ينافس من ويحافظ على المرتبة الثالثة، خدت عليه. كي نشوفوا المرتبة الثالثة نعرفوا باللي اللي راه موراه لازيو بنقطة واحدة فقط. اليوم لازيو فانيك عنده مقابلة مقيلة مع أتلانتا، يلعب مهم، غادي يلعب اليوم. فانيك يخمم كيما يقول لك، يلعب المقابلة ويخمم في لادفيرسير اللي راه موراه الغريم تاعو. وفانيك نعرفوا باش يقعدوا محافظين على المراكز في المراكز الاولى هذه، باش يلعبوا لي كوب دوروب، يلعبوا المنافسات الاوروبيه اللي عندها فانيك عندها نكهه اخرى، يحوسوا الشخصيه تاع الفريق، يحوسوا كسب الثقه تاع الجمهور، اعاده الجمهور الى الملاعب. خاصه من عرفوا ميلان فانيك اللي يحوس باش يرد الامجاد تاعو والتاريخ تاعو اللي معروف به. ميلان اللي معروف كان هو الاكبر تتويج بكاس اوروبا، فانيك ما ننساوش الفريق كبير هذا، وفريق اللي عنده تاريخ كبير. فانيك روما عندها تاريخ كبير. اللي غادي نشوفوا اليوم مقابله مفتوحه على كل جبهات، ما تنجمش تتكهن بهذه المقابله. السيطره تكون من الجانبين، تكون نشوفوا اللعب في وسط الميدان، خاصه الايطاليين، اللعب اللي يتمركز في وسط الميدان، مي يكونوا ايطاليين بيناتهم، مقابله بيناتهم محليه بيناتهم، يكون اللعب متمركز في وسط الميدان. نشوفوا اللعب جميل اليوم، نشوفوا لعب جميل ان شاء الله امام فرق كبيره، خاصه هذو الفرق الكبار. هذه هي، وغادي نشوفوا ان شاء الله، نشوفوا الاهداف ان شاء الله تكون اهداف تكون جميله، ويكون لعب جميل، يكون نستمتعوا معاهم فانيك. حنا فانيك ربي يحفظكم وصحيتكم.